ما حدا راح يستقبله حرق قرآن الإسلام يعني، أبصر شو رايحين يسووا فيه. إعدام هذا، أنا بالنسبة لنا إعدام. هل أنت مع أو ضد قرار الترحيل؟ صراحة هاي القرار كل الزينة، لكن هو تأشير بدين الإسلام وخصوصا المقدسات الإسلامية، ما بي أحد يقبل هاي الموضوع. ما أقول لسوي إعدام، بس عقوبة كل السي، حتى واحد ما يستطيع تكرار هذا الموضوع. إذا هو رجع على العراق برأيك كيف رح يتم استقباله؟ صراحة بنسبتنا هسه مو مواطن عراقي وما يقبلون من عراقي. إذا هو يرجع بالعراق سوي مظاهرة وسط الشارع، ما حدا راح يستقبله. حرق القرآن ما حدا يطلع عليه، لأنهم إذا شافوه أبصر راح يعملوا شو فيه. القرآن هذا إحنا مستفيدين منه، القرآن الكريم اسمه، يعني حرام ينحرق وحرام ينكب الشوارع وحرام يعني ما يصير ينحرق. يعني حضرتك أكيد مع قرار ترحيله من البلاد؟ إشي أكيد طبعا، هذا أصل مو مسلم. يعني إحنا بالنسبة لنا ما مستعدين، هذا أصل من جبل العراق. شو برأيك العقوبة اللي هو يستحقها بعد هذا العمل؟ إعدام هذا، أنا بالنسبة لنا إعدام.